مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين على الأسبوع، نبدأها بأبرز العناوين. ورقة التدويل تخرج من منزل الكاظمي على إثر محاولة اغتياله الفاشلة، ومجلس الأمن يدين ترهيب الديمقراطية. تهدئة مشروطة بالتحقيقات في قتل المتظاهرين وتلويح بمقاطعة تشكيل الحكومة. العراق ينهي آخر قيود البند السابع وينهي كذلك تعويضات الكويت نهاية العام الحالي. مرحبا بكم مجددا. على أثر استهداف منزل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، موقف دولي من شرق الأرض إلى غربها يدين ويندد، ومجلس الأمن يعيد للعراقيين ذاكرة التدخل الدولي، هذه المرة لإنقاذ الديمقراطية حسب قوله. المزيد في هذا التقرير. لا تبدو بيانات الاستنكار الدولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجرد ردود أفعال دبلوماسية، فالمجتمع الدولي أبدى اهتماما بالقضية كجزء من تعهدات سابقة بتحمل مسؤولياته تجاه العراق، تحديدا فيما يخص العملية الانتخابية التي يعد استهداف الكاظمي جزءا لا يتجزأ من أزمتها المتعلقة بنتائجها المعلنة، خاصة بعد بيان مجلس الأمن الدولي الذي ينذر بما هو أخطر. محاولة مجلس الأمن لتدويل أو تلميح لتدويل القضية، طبعا هم يلمحون على الجانب الإيراني، هل الجانب الإيراني متورط في هذا المجال؟ طبعا أنا بصفة الشخصية أنا أستبعد تورط الجانب الإيراني أو حتى تورط الحشد الشعبي في هذا الموضوع، لكن هناك طرف ثالث يريد أن يعني يخبط الأوراق لمصالح، لأنه أعداء العراق كثر، يعني من مصلحتهم هو إعادة الحرب الطائفية والحرب الصدام أو فقدان السلم الأهلي في العراق. لم يكتف بيان مجلس الأمن بالإدانة بأشد العبارات، ولم يكن على سقفه محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي الهجوم بوصفه عملا إرهابيا مشينا، فقد حث مجلس الأمن جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى المعنية بهذا الصدد، وفقا لالتزامها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. نحن لا نريد أن يخرج الموضوع على سياق الوطنية، العراق بلد كامل السيادة باستطاعته حلحلة مشاكله وباستطاعته إعادة كما يقول نسيجه التي تهتك نتيجة الحماقات السياسية، لا سيما إذا عرفنا بأن بالأمس كان هناك اجتماع بين ثلاثة أقطاب، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس القضاء الأعلى، قد يستطيعون من خلالها تقارب وجهات النظر بين الأقطاب المتنافرة وحل المشكلة. لا نريد أن تدول القضية لأنها أكبر من أن تكون خارجية أكثر ما تكون داخلية. محاولة الاغتيال بحد ذاتها اعتبرها المجتمع الدولي إعلانا رسميا بوصول العملية السياسية وتفاهمات أطرافها إلى طريق مسدود، وهو ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى تدويل القضية العراقية، ليس في مسألة التحقيقات بمحاولة اغتيال الكاظمي فحسب، بل باستكمال ما تعهد به العالم لإنجاح الانتخابات وإنقاذ العملية الديمقراطية في العراق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي من بغداد الأستاذ جاسم الموسوي. مرحبا بحضرتك أستاذ جاسم الموسوي. يعني صار أسبوع تقريبا، يا مرحبا بك، أسبوع تقريبا على محاولة اغتيال فاشلة لرأس السلطة الأول في العراق السيد الكاظمي، وحتى هذه اللحظة لا توجد ردة فعل حكومية. شنو اللي ممكن يحدث أكثر من محاولة اغتيال رأس السلطة الأول حتى يتحرك السيد الكاظمي؟ لا، أولا محاولة الاغتيال هي محاولة فاشلة، لم يكشف إلى الآن من هو الطرف الذي يقف خلف هذه المحاولة، وإذا كانت هناك أدلة على من يقف وراء هذا الاغتيال أو هذه المحاولة يفترض أن لا نقدمها إلى مجلس الأمن، لأن لا يحق على سبيل المثال لا يحق لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا اتجاه محاولة اغتيال جرت في بلد ما إلا عندما تقدم شكوى مثل الحريري. هذا الجانب، هاي التفصيلة طويلة من الموضوع أستاذ جاسم، أريد أناقشها معك بملف يعني منعزل. نعم. بنفس الحلقة، لكن أريد أعرف. نعم. ردة. نعم. الفعل. نعم. الحكومية. نعم. حتى هذه اللحظة أسبوع مو قليل، عمل اعتقال واحد ماكو، تحقيق واحد ماكو، وكأنه لم يحدث أي شيء.
كأنه لم يحدث أي شيء، ومرة يذهب البعض إلى أنها مسرحية جرت لإطفاء ما جرى من اغتيال المعتصمين، والبعض الآخر يقول المستفيد والمستثمر حقيقة بهذه العملية هو رئيس الوزراء. وحضرتك تحدثت بالدعم الدولي والإقليمي وكل الرسائل التي وصلت، إذن المتضرر من يتهم على أنه يقف وراء الاغتيال، ولو كانت هناك فائدة لهذا الاغتيال لما جرت هذه المخرجات لصالح رئيس الوزراء. ولا أعتقد إذا كان يعتقد البعض أن من مارس هذا الفعل أراد أن يختار رئيس الوزراء بتقديري، لأن عملية الاغتيال هي عملية دقيقة ومنظمة لا تصل إلى إيصال رسائل أكثر من إيصال رسائل. من أراد أن يوصل هذه الرسالة بكل تأكيد هناك طرف أراد أن يخلط الأوراق، ولذلك هذا الصمت الحكومي أو السكوت الحكومي يقب بين يعني منطقتين. يعني هذا الطرف لديه قدم مثبتة في العملية السياسية وهو متنفذ، بالتالي لا يستطيع الكاظمي لا يستطيع الكاظمي بالتالي المصادمة، ولهذا الرجل قال نحن نعرف من يقف خلف عملية الاغتيال. أحسنت، إما أنها إما مفبركة وإما مثل ما تفضلت حضرتك. ليس بالسياسة ليس كل ما يعرف يقال بالضبط. بمعنى هناك لربما ضغوطات سياسية، هناك تدخلات لتهدئة الأوضاع. فإذا ذهبنا إلى الحيز الأول بكل تأكيد هي عملية استثمارية لاستفزاز أو لتغطية حدث ما، وبالتالي حتى نتائج الانتخابات ربما أصبحت يعني من الجزء الثاني، أو لم يكن هناك اهتماما بنتائج الانتخابات مقابل ما جرى لرئيس الوزراء. بالجهة الأخرى الحيز الافتراضي الآخر، لو كان تقف وراءه قوى سياسية بكل تأكيد هناك مساعي سياسية وهناك تهدئة للأوضاع، وبالتالي ممكن أن تكون هناك طبخة سياسية أيضا، ولا أعتقد الطبخة ستذهب إلى تجديد الولاية الثانية. طبخة سياسية تقصد أنه لا تريد السيد أن تفتح أبواب كثيرة جزء منها ربما ملفات لم تكشف للشارع العراقي. ربما الكاظمي مخبئ ردة الفعل إلى مرحلة أخرى وراح يستعملها كورقة ضغط. الموضوع موضوع اغتيال يقدر يستخدمها مثل ما استخدمها على سبيل المثال أردوغان ب 2016 من رادوا ينقلبون ضده. هذه رؤساء يكيفون عليها ويشتروها، تجيهم على طبق من ذهب يقدر يصفي بها خصوم ويبدأ صح، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أنه الكاظمي مخبيها، خصوصا هو رجل مخابرات. وهو رجل مخابرات، لا خصوصا أنه أستاذ هو خابرات، رجل مخابرات. وصناعة الحدث بالمناسبة تأتي بنتائج لمن يتدخل بالحدث، بمعنى صناعة حدث، تدخل بالحدث، مخرجات لصالح الرؤساء كثير. فضلت أنت حضرتك على أردوغان، وأردوغان استثمر بشكل كبير وعزز وجوده، لكن المعادلة يبدو أن هناك من أخطأ في رسم هذه الخارطة. هناك إصرار على عدم تكرار لا للسيد الكاظمي ولا للسيد رئيس البرلمان ولا للسيد رئيس الجمهورية، وهذه قوة إذا لم نأخذها بالأرقام فنأخذها يعني بالعمق السياسي أو بالتأثير السياسي، أو دعني أقول أن هذه قوة سياسية فاعلة ذات أسماء مهمة سواء على مستوى الشيعة السنة الكرد، يعني هي ليست فقط على مستوى معين. ولذلك باعتقادي ذهب من خطط بهذه الطريقة إما لتعزيز وجود الكاظم وترسيخه، وإما لخلط الأوراق لكي يكون هناك صدام، وهذا الصدام أنا أعتقد مسيطر عليه. يعني هناك قوة عاقلة تعرف وتعتقد أن الصدام المباشر بين المؤسسات الأمنية والحشد على سبيل المثال أو الذين يعتصمون بكل تأكيد سوف لن يكون هناك رابح. طيب أقرأ لك واحدة من هذه القراءات الدولية لهكذا حدث. مثلا إيران اتهمت مراكز وصفة بالمراكز الغربية، يمكن قالت مراكز غربية مشبوهة إذا ما تخوني الذاكرة، لتنفيذ عملية مثل عملية الاعتقال. يطلع نيد برايس أو وزارة الدفاع الأمريكية يقولون إيران عندها هيك ملاعب وإحنا مسجليها، لكن حتى هذا اللحظة ما عندنا معلومات، إحنا نشك بالإيرانيين. شنو المخرج وإحنا بعدنا تحقيقات ما كملانا؟ إيران وأمريكا يريدون يتصارعون مرة ثانية على أرض العراق، وممكن أمريكا تستفاد إذا أدانت إيران بهكذا هجوم، شنو راح يستفيد العراق حتى لو كانت إيران الضالعة؟ طبعا أنا تحدثت عن صناعة الحدث والتدخل في الحدث. الصراع الأمريكي بكل تأكيد خصم الأول والأخير إيران، حتى إذا ما نقصت مياه دجلة سيذهب إلى إيران بكل تأكيد، والإيرانيين يعتقدون أن أي تغير في المعادلة السياسية أن يذهب العراق أمريكيا هي مؤامرة أمريكية وتدخل أمريكي. الأمريكان يريدون أن يحصلوا على إثباتات وأدلة تدين الفاعل
ويعتقدون أن الفاعل عمقه إيران. أو بالمناسبة رويترز تقول ثلاثة من الطائرات المسيرة هي إيرانية، وبالتالي يذهبون إلى طول. طبعا سوق السلاح بالعراق مثل الطماطة، وتستطيع أي دولة أن تضع كتم معين على أي نوع سلاح. أنا مو أبرر هنا طبعا، مو تبرير، لكن هو تحليل. بالمقابل إذا حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على أدلة تدين الجانب الإيراني، ستذهب إلى مجلس الأمن باعتبار عدوان من دولة خارجية على دولة عراقية هي لا زالت تحت طائلة الفصل البند السابع. وهذا البند السابع ليس فقط تعويض، وإنما مراقبة النظام السياسي الديمقراطي في العراق. هذا ما تسعى إليه أمريكا. إيران بالمقابل ستفند ولن تمنح أمريكا فرصة إيجاد الدليل لكي تدان، بدليل مجيء قاني أول أمس وهدئ الأمور وقال أي محاولة لاستهداف رئيس الوزراء خط أحمر. صح؟ صحيح. وهذا إعلان براءة حتى لو من جماعة يعني تختبئ بجب طبعًا إيران. طبعًا إعلان براءة ربما تضحية. أحسنت. ممكن أن تكون هناك جماعة تختبئ، هي تدعي أنها تختبئ بالعباءة الإيرانية. الإيرانيون بشكل رسمي وبشكل صريح وواضح أدانوا كما أدانت كثير من الدول. بالمناسبة ما هي المصلحة باختيال الكاظمي؟ بالمناسبة أولا الرجل منتهي الولاية وحكومة تصريف أعمال. النقطة الثانية قد تكون الرسالة ليس للكاظمي، أنا لا أستطيع أن أتحدث بأكثر من هذه الصراحة، أننا ربما أرادوا أن يوصل الرسالة أننا وحتى لو يدخل إلى منطقة محصنة. بالضبط. حتى لو يدخل الفاعل الدولي بهكذا قضية، يعني تتذكر قضية رفيق الحرير لحد الآن ما مكتشفة ودي يحققون بها رفيق أحسن. والبعض يقول واضحة من الضالع فيها، فمنو راح يكشف محاولة مثل محاولة اغتيال الكاظمي؟ إيران تنفيها، وأضف إلى ذلك المتعاونين معها أيضا ينفوها ويقولون إحنا ما لنا علاقة. منو راح يكشف هيك محاولة؟ الجرائم السياسية، كوني متخصص أيضا محامي، الجرائم السياسية هي الجرائم التي تحاك بطريقة مقفلة بحيث لا يتمكن أي من مخابرات دول أخرى كشفها إلا بصعوبة. الدليل على سبيل المثال تحدثت عن رفيق الحريري، ورفيق الحريري لم يتدخل مجلس الأمن متبرعا، إنما جاءت شكوى من الحكومة اللبنانية ومن المدعي بالحق الشخصي لرفيق الحريري عائلته، بالتالي قدموا ودولت القضية باعتبار رئيس وزراء تم اغتياله وهناك من يطالب بتدخل مجلس الأمن، وذهب إلى المحكمة وإلى الآن لم تكشف الأوراق. لا يتمكن الآن الكاظم إذا لم يمسك الحقيقة الأدلة القاطعة بأن يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ومجلس الأمن يتخذ الإجراءات. وعليه أستاذ جاسم إلا بشرط واحد. نعم. طبعا يمكن راح تتفق وياي مع بوجود هذا الشرط، يعني احنا وين رايحين الحال واحنا بمرحله انغلاق سياسي؟ هيك محاوله مثل محاوله اغتيال والجو مقلوب ومظاهرات تسقط الكثير من الدماء ويخرج زعيم معروف جدا مثل السيد الشيخ قيس الخزعلي ويقول دم الضحايا بهذه الرقبه، هذا حاله من التشنج والاحتقان، وين ممكن نوصل بعد هيك حاله؟ إذا بقي مستوى تصعيد الخطاب بهذه الطريقة وهناك من يستثمر ويستغل هذه الخطابات، على سبيل المثال عندما تحدث الشيخ قيس الخزعلي جرت عملية الاغتيال، بمعنى الآخر يستغل ويستثمر هذه التوقيتات. إذا استمرت بهذه الطريقة بكل تأكيد نحن لسنا في انسداد سياسي، إنما في انهيار سياسي، وبالتالي قد نلجأ إلى خيارات. لكن لن نذهب، أنا بتقديري كمحلل سياسي لن نذهب، لأنني أعتقد الآن المنطقة التي يتحرك فيها جميع الأطراف المتناقضة هي مرحلة فن التفاوض، كيف نستطيع أن نتجاوز المرحلة نشكل حكومة نتقاسم فيها السلطة، لا تغيب أحدا، تأخذ الرابح الأكبر مع الخاسر الأكبر. والتفاوض حتى هذه اللحظة ما موجود على المدى القريب ولا حتى على المدى المنظور. أعطيك مثال، الحنانة من صارت التظاهرات السيد الصدر رجع للحنانة وقطع زيارته إلى بغداد، يا بليش قال صارت دماء ومتظاهرين رجع. البارحة السيد الكاظمي راح تمشى بمدينة الصدر، هذه هي رسالة واضحة أنه أنا وياه يدعمني الصدر. اجتماع في بيت العبادي لم يحضره الصدر، فمستحيل مفاوضات. الجماعة الكردي دزون وفد البغداد، البغداد تقولهم في ما لا، حتى هذه اللحظة ما مستعدين إحنا لأي حوارات لحد ما نتفق على نتائج الانتخابات. أي مفاوضات نتحدث عنها أستاذ جاسم؟
لا هو بكل تأكيد هناك مفاوضات، ولكن هذه المفاوضات بكل تأكيد غير واضحة للعلن. يعني أعطيك مثل بسيط جدا، في الإطار التنسيقي السيد حيدر العبادي هو أحد الأعضاء. ذهب السيد حيدر العبادي إلى الكاظمي وذهب إلى الحلبوسي، وكان هناك لقاءات، وهناك وفود ذهبت إلى كردستان، وحتى الوفد الكردي استقبل من قبل الهيئة السياسية للتيار الصدري، واستقبل من قبل السيد الحلبوسي، وكان هناك مفاوضات. من أوقف استمرار المفاوضات عنصرين: الأول، نتائج الانتخابات لم تخرج بالشكل النهائي، وبالتالي هناك تسوية سياسية، أقول تسوية سياسية تعويضا عن المقاعد، قد تكون تسوية سياسية، هذه أولا، هو أن تتغير بعض الحجوم وأن يكون توازن للقوى. البعد الآخر هو التحدي اللي تحدثت عنه حضرتك يعني بنجاح، وأنا أشكرك عليه، هو هذا التحدي الذي يدور حول الانسدادات السياسية وتصاعد الخطاب المتشنج، الذي بكل تأكيد أخر عملية التفاوض. هناك عاملين مهمين في عملية ما يجري من تأخير التفاوض، العامل الأمريكي والعامل الإيراني. هؤلاء وحتى التركي بالمناسبة، وحتى السعودي وحتى الإماراتي يلعبون أدوار طبعا ثانوية، لكن نتحدث عن رقمين مهمين. الآن تتحدث أولا عن ضغوطات إيرانية لا تقبل من الكرد أن يتفقوا مع طرفا شيعيا على حساب الأطراف الأخرى، وتتحدث عن ضغوطات إيرانية على الأطراف السنية أن تأتي مرة واحدة. يعني الانفراج الأمريكية الإيرانية هي الانفراج العراقية بعينها، الذين خسروا بالانتخابات. وأن لا طبعا لا أقصد الأمريكان، هو هناك فرق كبير، أن الإيرانيين يرفضون أن يذهب العراق أمريكيا، والأمريكان يرفضون أن يذهب العراق إيرانيا. واضح. بالأول يحرق بالثاني يدمر، وهذا ليس من صالح العراق. لذلك عملية التفاوض تبدي من الخارج، يعني نتائجها وتتأثر بها القوى الداخلية بشكل كبير جدا. كل انتخابات، جميع الانتخابات، إذا لم يتدخل الشهيد قاسم سليماني، كان يتدخل يضع لمساته على يعني على القوى السياسية، لن تتفق. ولا أعتقد جرت انتخابات اتفق الفرقاء السياسيين بالسنة الشيعة الأكراد دون أن يكون عامل خارجي. وإذا تذكر نتائج 2018 تدخل الأمريكان بشكل واضح على انتخاب الدكتور حيدر العبادي، وربما راح يصير تدخل إلا عندما بالضبط كان هناك توافق، وربما راح يصير طريقة تدخل جديدة، لكن هذه المرة أنزك أو أنعم عن طريق قاني الذي يعرف بأنه غير مصادم قوي مثل الراحل سليماني. كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا إليك. في ملفنا الثاني مشاهدينا، وعلى خلفية أخطر تصعيد منذ انتهاء الانتخابات، احتضن منزل الأعبادي اجتماعا هو الأوسع بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء وقادة الإطار التنسيقي، وبغياب التيار الصدري طبعا، لتدارك تبعات استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء. مصادر سياسية كشفت عن توجه جميع الأطراف إلى التهدئة المشروطة بكشف الجنات في حادثتي قتل المتظاهرين واستهداف منزل الكاظمي، فيما لوحت أطراف في الإطار بمقاطعة تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تصحح نتائج الانتخابات. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتماع الفرصة الأخيرة، بهذا الوصف كان اجتماع الإطار التنسيقي مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء، اجتماع بحث عن حل لأزمة وصلت إلى نهايات مغلقة وإيقاف التصعيد الذي بات يهدد السلم الأهلي. مصادر للفلوجة أكدت أن القبول بالتهدئة مشروط بحكومة توافقية والاتفاق على بعض المبادئ الإصلاحية كمستقبل الحشد الشعبي وهيكلته وتوزيع الوزارات. يعني أنا أعتقد أن الإطار التنسيقي الآن يسير ضمن التفاوضات إذا ما انتهى العمل من إعلان النتائج للانتخابات والتصديق عليها، سيسير ضمن الاتفاق على حكومة توافقية وليست حكومة أغلبية. المرحلة الآن لا تحتاج هذا التعنصر أو التكتل إلى أغلبية سياسية بقدر ما يحتاج إلى الانفتاح، وهذا الانفتاح مع الأخوة الكردي والسنة لا يعني أننا سوف نبتعد عن التيار الصدري. ثلاث ساعات من الاجتماع تمخضت عن اتفاق على استمرار التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين المعتصمين في بوابات المنطقة الخضراء ومحاولة اغتيال الكاظمي والإعلان عن من يقف وراءها بإشراف القضاء.
فضلا عن البحث في معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية. احنا عندنا حقوق، بالتالي إذا ما تنصفنا المحكمة احنا عندنا تصعيد نصعد بمسألة المطالب. يعني اليوم حتى يعني قبل هذا الاجتماع كانت مطالبة بإلغاء الانتخابات، بالتالي يعني إذا ما يعني المحكمة تنتجه نحو هذا المطلب، يعني اليوم باعتقادي سوف يتجه العراق إلى الهاوية. الاحتجاجات مستمرة والتكهنات مفتوحة على جميع السيناريوهات، لكن الأقرب بحسب آخر المعطيات يشير إلى انفراجة قريبة في البيت الشيعي ربما تحل مبكرا معضلة الكتلة الأكبر وترضي كل حزب بما لديه من مقاعد. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم الشمري. مرحبا بك مجددا دكتور حازم. دكتور، ما أعرف ليش الإطار التنسيقي يتحدث عن انفراجة ومفاوضات تعقد حاليا على قدم وساق، بينما يغيب الفاعل الأول والفائز بالانتخابات التيار الصدري. عن أي انفراجة يتحدث برأيك الإطار التنسيقي بمعزل عن التيار الصدري؟ مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء. الإطار التنسيقي هو ليس جسم سياسي واحد، بينما التيار الصدري جسم سياسي واحد، وبالتالي تعدد الأجسام السياسية بالإطار التنسيقي لدي يعني ظن أنه لا يمكن أن يكون على قلب رجل واحد في ما يسمى بالتفاوض بالقرار السياسي بكثير من الأمور. ولذلك هذه فسحة الأمل هو رسالة للرأي العام الداخلي، وليس هي حقيقة واقعة، على اعتبار أن المتتبع للشأن السياسي العراقي خلال هذه الأيام يعني بعد الانتخابات في أكتوبر الماضي هو يدرك كل الإدراك أن الإطار التنسيقي ليس هو ماضي بخطاب سياسي واحد أو برؤية واحدة، ولذلك ممكن أن يكون هناك انسحابات تجضية وتفكك. لذلك عملية أنه التسويق على أنه هو الأرجح وهو الأكثر حظوة هي فقط للاستهلاك المحلي، استهلاك محلي، رغم كلام دولة القانون قبل تقريبا من انتهت الانتخابات وصارت هذه المعمعة. كان يصدر لنا كلام دولة القانون على سبيل المثال يقول احنا نقدر نجمع بالإطار قرابة 90 إلى أكثر من 90 مقعد فقط من القوى الشيعية، ما عدا التعاون مع السنة والكرد وما عدا المستقلين أيضا، حتى هذا ما راح ينفع؟ لا، هو أنت جنابك تدري في السياسة هي متغيرة وسريعة جدا. تتكلم عن الأيام الأولى من يعني الانتخابات بعد الانتخابات اليوم تختلف الصورة بالكامل. يعني يمكن نحن نتكلم وهناك تغييرات كبيرة جدا في السياسة، ما لازم نركن إلى أكثر من شهر، هذا غير منطقي في التحليل السياسي. المنطقي يقول أنه حتى دولة القانون هي لديها رؤية، التحالف قوى الدولة لديه رؤية، المنظمون تحت الإطار التنسيق الآخرون أيضا لديهم رؤية. الآن الإطار التنسيقي قلت هو ليس على قلب رجل واحد، هو لديه كل رؤيته. لكن هو السؤال هو من صاحب الكأس المعلّى إذا صح التعبير، اللي جايب 70 إلى 73 مقعد له إطار تنسيقي، اللي بتيار الحكمة كم مقعد؟ 4 أعتقد، والنصر مقعدين، ودولة القانون 34 يمكن، والبقية أيضا كلهم ما يصيرون 45 إلى 50 مقعد، وعليه منو راح يفرض الشرط على منو؟ بالتالي تشوف غيابات الصدر، 4 اجتماعات بين الكتل السياسية الشيعية ويغيب الصدر ولا كأنه شيء يحدث. الرجل ما مهتم نهائيا، بالعكس يتحدث بعلاقات العراق مع محيطه الخارجي ومرتب وضعه وشلون راح نتعامل ويا امريكا وشلون راح نتعامل ويا وجود التحالف الدولي، ولا هامة قضية الإطار التنسيقي. سؤال جدا مهم. خل ابدي من منذ انتهي التيار الصدري والإطار التنسيقي. اولا التيار الصدري بدا سماحة السيد مرتضى صدر يثبت حقيقة الآن، يعني من متخصص اقولها، يثبت البناء السياسي العراقي في الداخل والبناء السياسي العراقي في الخارج، ووضع خطوط عامة رئيسية على الحكومة القادمة سوف تسير في هذا المنهج، علاقتها بدول المنطقة، علاقتها
الاتحاد الاوروبي في مع الولايات المتحده الامريكيه، مع ايران، مع تركيا، مع الخليج، مع كل المنظمات الاقليميه والدوليه، وحتى في الداخل وضع خطوط رئيسيه في هذا هذا يعني انا كمتخصص اقول انه هو مدرك ومتيقن في اطار ذهابه الى تشكيل الحكومه، وهذا ايجابي. هذا هذا النقطه هي تعطيني ارجحيه في الجواب على بدايه السؤال، هو لماذا سماحه السيد مقتدى الصدر او التيار او مفاوضي التيار الصدر لم يذهبوا الى اطار تنسيقي؟ المنطق يقول هل انه الرابح يذهب الى الخاسر من حيث العدد وليس من حيث اي شيء، العدد الانتخابي يعني من حيث كل كما جزأته ال 35 وال 2 وال 4 مقاعد، وبالتالي هذه الحالة من المنطقية واللا منطقية شلون نربطها مع اجتماع الإطار التنسيقي البارحة؟ الإطار التنسيقي ببيت العباد يتحدث عن شروط، يا جماعة الإطار هدوا لعب، قللوا من اعتصاماتكم، بالمقابل راح نحقق لكم بقتلة المتظاهرين، ونحن أيضا سوف نحقق بمحاولة اغتيال الكاظمي. أنا ما أفهم شلون الحكومة تشترط على نفسها أحقق باغتيالي، ليش انت حكومه مباشره تروح تحقق باغتيال المتظاهرين والكاظمي على حد سواء؟ ليش تخضع هيك قضيتين مهمتين تجري حاليا في الساحه العراقيه الى اشتراطات؟ هذه من قضايا الدوله هي التي تمارسها، يعني من واجباتها الاساسيه، الا تعتقد ذلك؟ انت تتكلم عن زياره رئيس الحكومه الى الاطار التنسيقي بالضبط صحيح في منزل العبادي اي صح، ومع رئاسة أو رئيس الجمهورية سيد برهم صعب بالضبط، وفاق زيدان أيضا رئيس حكومة. أولا يعني الغرب، أنا أقرأ لك الرؤية الغربية هي يعني إلى حد ما غير قابلة، الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة بذهابي إلى الإطار التنسيقي، وهناك من يؤكد أنه كان عليه أن يلتزم العمل القانوني في إطار التحقيقات ويمضي إلى إعلان النتائج بكل شفافية. أما أتكلم عن السلوك السياسي للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالية يعني منتهي ولايته، هو قوته في هدوءه، قوته في حكمته إلى حد كبير، قوته في هدوءه بحيث محاولة اغتيال يتعرض لها أمام الجميع وما يقدر يرد، وهاي تنحسب على دولته وعليه ثلمة في حين يقدر يستثمرها سياسيا. هناك أولا يستثمرها سياسيا، من يقول أنه يريد ولاية ثانية؟ هذا سؤال قد ذهاب يريد ذهاب للصدر أول أمس يقول هو يريد ولاية ثانية، هذا يعني قراءات وأنا أحترم كل القراءات، ولكن هل هو أعلم بولاية؟ يعني هل لديه حزب، لديه كتلة، لديه أتباع تكلموا عن ولاية ثانية؟ لحد هذه اللحظة أنا أظن ليس هناك كلام واضح، ليس وراء الأصل ولكن كلام واضح على أن يكون هو صاحب الولاية الثانية. شنو اللي يمنع تولي رئيس الوزراء خاصة إذا ما حظي بدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟ واضح هو حاليا قريب معه، الزيارات الأخيرة تقول هو واضح قريب، شنو اللي يمنعه خاصة بعد تنازل أو شبه تنازل السيد الصدر عن مبدأ الصدر القح؟ إذا تقرأ تغريداته بتمعن راح تشوف تقريبا تنازل عن مبدأ الصدر القح. شنو يمنع الكاظمي؟ ما لا يمنع الكاظمي أو غير الكاظمي من تولي رئاسة الحكومة سوى من يحوز على أكبر الأعداد، يعني 50+1 في البرلمان. يعني إذا التيار الصدري تحالف مع قوى السنية عزم تقدم مع البارتي وحقق 50+1 اللي 167 مقعد، أنا أعتقد إذا ما طرح اسمه وكان السيد مقتدى الصدر بالتوافق مع هذه القوى السياسية ذاهب إلى السيد مصطفى الكاظمي، السيد مصطفى الكاظمي حسب علمي لا يعني ليس لديه مانع، ولكن هو من يسوق نفسه على أنه يا إطار تنسيقي، يا قوى سياسية سنية، يا قوى كردية، أنا من أكون رئاسة على قمة الهرم ومركز القرار السياسي العراقي القادم؟ أنا أظن لا، لأنه هو يدرك تعقيدات المشهد السياسي في اختيار الرئاسات الثلاث. طيب فهو يعني هذه الصورة اللي وصلنا نحو حكومة توافق أو حكومة أغلبية سياسية 5+1 اللي راح يوصلنا إلها، حكومة توافق توصلنا الخمسة زائد واحد لو أغلبية سياسية برأيك؟
لا هو شوف الأمة القادمة علينا أن نعترف أولا ونؤكد للسادة المشاهدين أنه انتخابات 2018 هي غير، وانتخابات 2021 أيضا غير عن الانتخابات البقية. هناك يعني تباين كبير بين 2018 و 2021. اليوم العراق يعني الخطاب العراقي هو الأقوى، يعني هو ليس بهذه القوة الكبيرة ولكن أصبح يسمع، كان سابقا لا يسمع. كانت الراعية للعملية السياسية الإقليمية والدولية هي من تسمع أصواته. اليوم القوة السياسية بالانتخابات 2021 بدأت تسمع صوتها، وهذا ما قلت أنه السيد سماحة السيد مختار الصدر لديه حظوظ كبيرة، وهو ماضي في إيجاد حكومة عراقية قحة كما يقال كما يغرد سماحة السيد. لذلك الصوت العراقي بدأ يكون واضح. حتى ما عندك أستاذ دكتور حازم، ما عندك صوت عراقي آخر وتسقط على طرقاته شهداء وجرحى، يعني يمكن تقرأ جنابك تصعيد، خطية تصعيد متعمد، تصعيد سياسي، لكن أيضا موجود حالة التظاهرات، حالة الاعتصام. قبل شوية طلعون جماعة تيار الحكمة الأهدأ من القوى الشيعية قوى الإطار، يقول لك إحنا نصعد إذا المفوضية ما أعلنت النتائج بين قوسين بين يعني معقوفين وفق ما تشتهي قوى الإطار، نصعد أكثر. ويقولون ممكن نروح الهاوية. هذا كلام صح يقال، ولكن الفعل هو الأساس، ليس ما كل ما يقال يفعل أو يتم فعله، الفعل هو الأساس. أنا أقول إنه هذا التصعيد هو لتوازنات داخلية، هذا التصعيد سوف ينتهي عندما تقول المحكمة الاتحادية كلمة الفصل في الانتخابات. هذا التصعيد سوف ينتهي عندما قرر مجلس الأمن وأثنى على الانتخابات وشرعيتها ونزاهتها وشفافيتها. هذا الأمر من هذه اللحظة إلى أو من أيام السابقة وإلى أن تقول المحكمة الاتحادية قولها الفصل، نسمع الكثير. وأنا أظن أنه بعض القوى السياسية تريد جر القوى الفائزة أو الأكثر عددا إلى مربعها، مربع العنف، مربع التصعيد الدموي. أنا قلت أنه السيد مصطفى الكاظمي قوتي في هدوء. السيد مصطفى الكاظمي لا يذهب إلى هذا المربع، وكذلك سماحة السيد مختار الصدر هو يرى بأن العراق واحد والعراقيون موحدون، وبالتالي أنا أعتقد هذا كل الاستهلاك المحلي أو الرأي العام المحلي أنه سوف نصعد، وقد يكون هو موجود. التصعيد هو بديل عن مطلب إعادة العدوى الفرز اليدوي. إذا تلاحظ جماعة الإطار على سبيل المثال كأنما نسوا مطلب إعادة العدوى الفرز اليدوي، صعدوا سقف المطالب وقالوا لهم دم المشاتيل ما نتنازل عنه نهائيا. حاليا احنا نريد تحقيقات، القضية صارت إنسانية سياسية. نسوا مطلب العدل والفرز اليدوي باعتبار أن المفوضية قالت خلاص ما أتنازل، النتائج هي كل شيء ما يتغير. ممكن شوف هو بعلم السياسة هو أنه أي ما هي الأوراق التي تستخدمها كأفراد كمؤسسات كدول في عملية تحقيق أهدافك ومستويات أهدافك. طبعا ممكن أن تحقق أهداف بسيطة ولكن لاحقا تحقق أهداف كبيرة. لذلك مرة يعني يطرحون مسألة العدوى الفرز في الصناديق والمراكز الانتخابية التي تعرضت لخروقات. اليوم يتعرضون أو يتكلمون عن العدوى الفرز الشامل وليس الجزئي. جنابك ذكرت أيضا مسألة يعني قتلى المتظاهرين السلميين، هي كلها أوراق. طيب والمقاطعة، سيناريو المقاطعة أكيد تسمع عنه دكتور حازم، شنو اللي كسبوا الجماعة من المقاطعة؟ فضلا عن ذلك ممكن يتقدمون نحو مقاطعة لتشكيل الحكومة العراقية، الإطار التنسيقي اللي يتحدث عن قرابة 45 مقعد يجازف بها ويروح يقاطع ضمن منهج القياس. أستاذ الفاضل لا يمكن أو لا أتصور حقيقة أنه هناك مقاطعة العملية السياسية. جلابك والسادة المشاهدين يدركون أنه مغانم السلطة كبيرة، ولأنه الصدر سوف يستحوذ على الساحة إذا قاطعوا، صحيح؟ لا أعتقد أنه سماحة سيد مختار الصدر سوف يكون يعني مونوبولي محتكرا للمشهد السياسي. هو سوف يكون في عباءته
آفاق رحبة للعراقية. ولو كانت هناك مقاطعة من التنسيق؟ الذي قاطع سوف يعني يندب حظه لاحقا. انا اعتقد ما تقول انه اشتركوا بالحكومه، اشتركوا بالعمليه السياسيه، كل حسب نقاطه كما كان سابقا، وبالتالي هي ليست نهايه العالم، هي 4 سنوات ان كانت الامور سوف تجري بسلاسه وتبدي انتخابات جديده. ولذلك درسوا اين الاخطاء وتجاوزوها واين النجاحات وعظموها، هي هذا هو الفعل السياسي، هي ليست لو العب لو خرب الملعب، هذا غير منطقي. هذا اذا ما اقتنع الاطار التنسيقي ان خسارتهم ليست نهايه العالم. استاذ العلوم السياسيه من بغداد كنت معنا دكتور حازم الشمري، اشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا. في ملفنا الاخير مشاهدينا، واخيرا بعد 30 عاما حمل العراق فيها على عاتقه ملف تعويض الكويت مكبلاً بقيود البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يشرف هذا الملف وأخيراً على الإغلاق عندما يسدد العراق آخر دفعة مطلع العام المقبل. المزيد في سياق هذا التقرير. عند الورقة الأخيرة من دفتر الديون، قطع العراق مسيرة 30 عاما ليقف اليوم بانتظار إغلاق الحسابات المترتبة عليه من ملف تعويضات الكويت. لم يبق في ذمة العراق سوى 629 مليون دولار فقط من أصل 52 مليار وأكثر، اشترت من خيرات نفطه وقوت شعبه على مدى العقود الثلاثة المنصرمة، آخرها 490 مليونا من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. فمن المقرر أن يتم تسديد آخر الدفعات مطلع العام المقبل، ليتم مع ذلك إزاحة آخر أثر من آثار الفصل 7 المتمثل بقرار التعويضات التي فرضها مجلس الأمن على العراق وغلق هذا الملف إلى الأبد. وعلى الرغم من أهمية القضية، فإن إغلاق ملف التعويضات لا يعني أن العراق تحرر من أسر ديونه، حيث تتجاوز الديون العامة في العراق 143 مليار دولار، فيما يطرح خبراء الاقتصاد فكرة استمرار اقتطاع نسبة 5% من الموازنة العامة المخصصة لملف التعويضات وتحويل النسبة ذاتها لإنشاء صندوق الأجيال الذي يمثل صندوقا استثماريا سياديا لضمان مستقبل الأجيال المقبلة بعد التحرر من واحد من أثقل العقوبات الأممية على العراق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي من العاصمة بغداد الأستاذ عبد الرحمن الشيخلي. مرحبا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. العراق على مقربة حقيقة من تسديد ديونه للكويتيين البالغة تقريبا 629 مليون دولار. العراق مقبل أمام انتعاش اقتصادي بهذا الرقم البسيط من الديون أو من إيفاء الدين؟ جزيلا لك سعد الرحمن، تحياتي لجمهور قناتكم الكريمة. حقيقة الأمر أنه هذا موضوع الديون منذ عام 1991 تم استقطاع 5% من كل إيراد، حتى بعد ما فتحت نافذة الدواء مقابل النفط والمقابل الغذاء والدواء، بدأ يستقطع 7% وبلغ حجم المبلغ في صندوق سيادي في باريس. هذا الصندوق كان يتم الاستقطاع عنده لسداد ديون العراقية بقدر حوالي 42 مليار و400 مليون. سددت مثل ما جنابك تفضلت أنه ما بقى غير 600 وكسر من عندها، لكن هناك بعض الديون لحتى الآن لم تسدد من قبل العراق، وهي ما يتقدم بها بعض المطالبين بالتعويضات باعتبارهم هم متضررين من حرب الكويت. هذه لحد الآن لم تكن قانونية أو لم تكن شرعية لحد الآن، ولحين إثبات شرعية لهم سوف يتم الاستقطاع من قبل العراق. وهذا الموضوع الكويتيين دائما يضطرون باعتبار أنه صندوق السيادي لا تبقى به بعض المبالغ، لأنه بعد حتى لو عاد 15 سنة الآخر إذا واحد قال آن يضرر قبل الكويت فعلى العراق أن يسدد لهذا الشيء، لازم يثبت بالدليل القاطع أن فعلا هو يطلب أو هو ضرر فعلا. أما الموضوع الآخر اللي أنا بك تفضلت به أنه موضوع الديون، الديون العراقية
ما اعتقد اني بهذا الرقم، انا اللي عندي هو كان 113 مليار دولار، و40 من عندها 40 مليار من عندها هي ديون لمشاريع صناديق عالمية واجبة الدفع لمشاريع تم العمل بها ولم تستكمل قبل الاحتلال عام 2003، واللي هي تقريبا واجبة الدفع منها 23 مليار. على العموم هي 40 مليار لم تطفأ في نادي باريس هذه لأسباب إثبات الأدلة بهذا الموضوع. الديون العراقية 113 اللي ذكرناها واللي قلنا 40 بعد من عندها من زمن النظام السابق، أكو 70 مليار دون دينار عراقي أيضا ديون من الداخل وتشكل حوالي 50 مليار دولار، هذه أيضا مستحقة السداد. الموضوع المهم في هذا الأمر أنه إحنا عندنا تصور وبناء تصور كامل حول موضوع السداد، إذا استمرينا على هذه الوضعية إلى عام 2048 لن يستطيع العراق أن يسدد كامل ديونه، لأنه بعض الديون لحد الآن ما نقدر نسدد بس الفوائد مالتهم، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، لكنه لحد الآن عجز الميزانية السابق هو لم يسدد بالكامل. فعلينا أمام هذا الموضوع يجب أن نجد الحلول ونجد الطرق لكيفية هذه المشاكل. أكيد هنالك سلبيات يعني تترتب على عدم استطاعة العراق إيفاء ديونه حتى الأربعينات من القرن الحالي مثل ما تتحدث جنابك. سلبيات مثل هكذا انعكاس على العراق شنو راح تكون؟ العراق مقبل على أزمة اقتصادية أكبر من الأزمة الحالية؟ لا هو الأزمة الاقتصادية بالعكس أنا يعني متفائل جدا فيها، وأن العراق سوف يعبر هذه الأزمة، لكنه بالتدريج خاصة إذا استمر قيمة برميل النفط بهذا المستوى سوف يستطيع تجاوزها. لكنه تبقى الحالة وين؟ أنه الفساد المالي والإداري اللي أكل جزء كبير من إيرادات الدولة ومن إيرادات العراق وخاصة موضوعة النفط، هذا ما ممكن أن ينحل إلا بطريقة أخرى. الطريقة هي أنه تحويل شركات ومؤسسات القطاع العام إلى قطاع خاص وتمويلها ذاتيا، وهذه تحتاج إلى بين 3 إلى 5 سنوات بفعل سريع وخالي من أي مخاطر. هذا الموضوع إذا ردنا نحققه، يعني أنت تدري القطاع الخاص بالوقت الحاضر بحدود 17,000 معمل ومشروع متوقف عن العمل، هذا يأكل بطالة ويأكل فقر. هذا لو اشتغل كله راح يأمن لنا أولا عدم استيراد بضائع من الخارج، وبالتالي راح يكون هنالك تراكم إلى الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة بالبنك المركزي العراقي اللي بدأت تأكل خلال السنتين الأخيرة. البعض يقول لك هي هذه الديون اللي كبلنا بها النظام السابق وكبلتنا بعدين بها الكويت، والديون غيرها ربما حتى ديون تسليح بعد 2003 كان العراق مستفيد منها، هي اللي تمنعنا من تشغيل 13,000 معمل متوقف، صحيح هذا الكلام؟ لا يعني المسؤول عنه هو إدارة الدولة، إدارة غير عملية، يعني الإرادة السياسية بالدولة العراقية الآن مسلوبة، وهذا أنت تدري يعني الجوار الإقليمي اقتصاد العراق بشكل كبير كلش. وإحنا نشوف مثلا تركيا، هل من مصلحة تركيا أنه ننتج إحنا بضائعنا ونستورد من عندهم؟ هل من مصلحة إيران أنه ننتج ونزرع ومن نستورد من عندهم؟ هل من مصلحة السعودية؟ يعني جنابك تعول على دور لدول الجوار. أنا أعرف نظرتك دكتور أستاذ عبد الرحمن تبعيد جدا عن نظرية المؤامرة، الخلل بالداخل العراقي، الفساد عراقي ينفذه عراقيين مسؤولين عراقيين، ما حد يجي من السعودية من الكويت ومن إيران. نعم صحيح، صح صحيح، بس هذا صح كل صحيح، لكنه شو وقت أنا ما أعول على دول الجوار الإقليمي، لا بالعكس، ولكن أعول على ابن العراق عندما يشتغل وعندما الدولة تهيئ له فرص العمل النظيف والشرعي خاصة بتشغيل المعامل والمزارع والمشاريع بصورة عامة، راح بهالحالة راح نقدر نأمن
عدم الحاجة إلى دول الإقليم، دول الجوار الإقليمي، وفرض إرادتها علينا. يعني أنت تدري واحدة من المسائل، يعني خلينا نكون صريحين أكثر، يعني الغاز الإيراني اللي نستورده هذا لو إحنا أمننا تصنيعا بالداخل، هالمليارات الدولارات اللي ده تطلع، وأنت تدري قبل يومين ثلاثة محافظ البنك المركزي الإيراني اجى لهنا وطالب بمستحقات للإيران من العراق، وهكذا بين فترة وفترة، وهذه بمليارات الدولارات. يعني وقبل شهرين ثلاثة اجى اخذ 4 مليارات، وهسه قبل يومين ثلاثة اجى هم يطالب ما عرفنا ايش قد الرقم اللي يريده. هذا الموضوع لو قدرنا نسيطر عليه ما راح نقدر، ما راح يقدرون دول الجوار الإقليمي ان يضغطون علينا اكثر من ما يضغطون علينا بالوقت الحاضر. إضافة الى دول الجوار، حتى نكون منصفين، هناك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعض القروض وين كانت بسيطة وقليلة وفوائدها كلش قليلة، لكنه أيضا تفرض علينا بعض الشروط. هي ما تفرض علينا شروط، ولكن تقترح علينا بعض السياسات لغرض تنفيذ أجندتها داخل العراق حتى نقدر نحقق سداد لهذه الديون. نسبة الاستقطاع أستاذ عبد الرحمن الشمري اللي هي 5% من نسبة كل موازنة، عفوا أستاذ عبد الرحمن الشيخلي، نسبة الاستقطاع اللي هي 5% من كل موازنة يقرها العراق، 5% إذا استقطعت منها تذهب إلى، ما انتهت هذه، تذهب لتصفير الديون العراقية، صح؟ لا لا، هذا صندوق مال الكويت 5% تم الاستقطاع من عنده وانتهت بعد. يعني هو اكو مقترح انه تستمر هذا الصندوق بالاستمرار بقطع 5% حتى يبقى هذا الصندوق سيادي، الا انه بالوقت الحاضر لا لا ما عندنا هذا الشيء. يعني شلون نعم. شلون ينعكس ايجابيا هذا ايضا على العراق؟ ممكن يعني احنا حاليا نمر بحاله ولو حاله عسيره من مفاوضات تشكيل الحكومه، لكن لنفترض ان الحكومه تشكلت والامور مشت تماما، يعول على الدور الاقتصادي للحكومات المقبله، نقدر نقول ان الحكومات المقبله تعلمت من اخطاء الاقتصاديه القاتله للحكومات السابقه؟ اكو امل برايك حسب المؤشرات اللي تقراها؟ نعم سيدي العزيز، الاقتصاد هو العمود الفقري للدولة. إذا لم تكن لديها اقتصاد ناجح وقادر على أن يؤدي كل التزاماته خاصة للمواطن، لن تكون هنالك دولة وحكومة قادرة على أن تنفذ أجنداتها. يعني في البرنامج الحكومي عندما تقدمه لابد أن يحتوي جزء كبير من عنده اهتمامات المواطن العراقي في شأن الاقتصادي. يعني أنت تدري بحدود 4.3% من السكان الآن يخضعون تحت خط الفقر، والثلاثة وكسر مليون مواطن عراقي عاطل، هذول كلهم يحتاجون إلى أنه تأمن لهم عمل وتأمن لهم رزقهم اليومي. شو راح تقدر تأمن لهم إياه إذا ماكو عندك اقتصاد؟ الضغوطات، يعني أنت لاحظت من خلال انتفاضة تشرين المباركة من سنة عامين ولحد الآن كانت مطالبتهم نعم نريد وطن، لكنه بنفس الوقت نريد نأكل بعز. بالضبط، نأكل بشرف. هذا نعم. إذا ما سبقت الخبرة الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي الجانب السياسي، ولن يكون الجانب الاقتصادي ذيلا للجانب السياسي في العراق كما تعودنا منذ 2003 حتى هذه اللحظة. الخبيرة ملاحظة أخيرة إذا تسمح لي. بس إذا ملاحظة أخيرة إذا تسمح لي بها، يعني هو الاقتصاد إذا ما أنت شبعته للمواطن ما رح يقدر يعني يعترض بعد ذاك الوقت. هو المواطن شي يريد من الحكومة، يريد يأمن له حاجته. لكنه خلال السنوات ال 18 الماضية الفساد المالي والإداري استشرى بشكل بحيث بعض المواطنين يتهافتون على المزابل حتى يسدون رمقهم، وفي حين آخرين يشترون جزر ويشترون عمارات وفنادق في الخارج، وهذا اللي يسبب ثورات متتالية وتشرينيات وممكن أكثر من تشرينيات. جدا مهم، يعني أنت لو تعرف كل الزين أنه بحدود 40 إلى 50 مليار دولار عندنا خارج العراق، وصدر في عام 2010 قرار في استرداد هذه الأموال ولم تستطع هذه اللجان اللي شكلت لإعادة استردادها. وأنا بهذا الموضوع يعني أخذ جانب سياسي كلش وأنا أبتعد عنه. صحيح صحيح. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن الشيخ اللي كنت معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا إليك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.